جينا اليوم مرضى قصور الكلى دياليز نطالب بتفعيل قانون الزرع من الميت إلى الحي، وهذا لإنقاذ العديد من المرضى الذين يعانون في صمت في تهميش حاد، ونطالب كذلك بعض المطالب التي هي من حقنا، وخاصة المنحة التي هي من 300 دينار جزائري لا تفي غرض المريض، لا تقي كرامته، ما تديه للطبيب، ما تداويه، ما تصونوش والو. حنا رانا باغيين حقوق تاع المريض القصور الكلوي، حنا رانا محقورين في لي مودياليز، رانا محقورين ما عطيناش حقنا، ورانا باغيين باش تزرعوا لنا باغيين نزرع الكلى من الميت الى الحي، ورانا نطالبوا بالمنحه. المنحه هذه حنا ما راهش تكفينا، ما راهش دينا والو. لا غاديو تاع الكارديولوج يدير 500 مهما نديروه. اليوم حنا المرضى جينا امام وزاره الصحه، قال لي مالا ديروا معنا كاع من 40 ولايه جاو يطالبوا بحقهم اللي هو الزرع من الميت الى الحي، باسكو ما كاين شابات وشبان راهم يعانوا في الاله تاع الدياليز، مش حياتهم كامله غادي يفوتوها دياليز. رانا نطالبوا بزراعه الاعضاء من الميت الى الحي، الناس راهي تعاني في الدياليز، الناس عباك ضربت حياتها، الناس شفنا احبابنا ماتوا كيما هذا. هذا اللي نظم الوقفه. هذا الوقفه اللي هو اللي نظمها ومات وما حضرهاش. مات على جالها. نطالبوا بتفعيل قانون الزرع، زرع الاعضاء من الميت الى الحي. ونطالبوا بزيادة المنحة، إعادة النظر في ملف المنحة. احنا عندنا المطلب الأساس هو الزرع، احنا ماذا بينا في المستقبل، من الآن للمستقبل، الناس اللي تمرض ما يصرالهاش كيما صرالنا حنايا، احنا رانا صغار، تما مرضنا صغار، حياتنا فوتنا غير الياض، احنا ماناش باغيين اللي صرالنا حنايا يصرال الناس واحد آخرين صغار، معاناة كبيرة.